بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده احد السامريه، وقصه السامريه معروفه بنا جميعا، لكن انا عايز اركز النهارده على اهل السامره مش على السامريه. السامريه بعد ما امنت السيد المسيح راحت وبشرت في مدينتها وقالت الناس: هلما انظروا رجلا قال لي كل ما صنعت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأقبلوا نحوها. أول نقطة في أهل السامرة إن هم استجابوا لدعوة السامرية، بالرغم الدعوة دي كانت دعوة فيها شك. يعني هي كانت الدعوة بتقول لهم ايه؟ لعل هذا هو المسيح، ربما يكون ده المسيح، انما خرج. احنا ربنا بيدعونا دعوة اكيدة. ربنا يقول لك تعالى اعترف، تعالى قدم توبة، تعالى احضر الكنيسة، افتح اديتك وصلي، تعالى افتح كتاب المقدس وادرس. انما احنا احيانا نعمل زي المثل اللي قال عليه سيد المسيح، نقول ان احنا مشغولين. واحد يقول انا مشغول في المثل اللي قاله سيد المسيح، انا اشتريت حقل جديد، واحد قال انا تزوجت، واحد قال ان انا عندي غنم، وكل واحد رفض ان هو يروح. لكن اول نقطه جميله في اهل السامره ان لما السامرية دعتهم كلهم يقول لك خرجوا وراحوا أقبلوا نحو المسيح. وبعدين لما اتعاملوا مع سيد المسيح يقول ايه؟ يقول فآمن به في تلك المدينة سامريون كثيرون من أجل كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قد قال لي كل ما صنع. ولما جاء إليه السامريون سألوا أن يمكث عندهم فمكث يومين. يعني الناس دول امنوا الاول على كلام المراه. يعني المراه دي قالوا لها انت ليه بتقولي عنهم ده المسيح؟ قالت لهم لان هو قال لي على اسرار في حياتي محدش يعرفها. الاسرار انها كانت متجوزه 5 قبل كده، والحق وهي عايشه مع واحد مش جوزها. فمجرد ان هي قالت لهم ان المسيح قال لي أسرار في حياتي، أمنوا إن يسوع ده هو المسيح من غير حتى ما يشوفوه، من غير ما يشوفوه. ومن محبتهم لشخص يسوع راحوا له وقالوا له تعالى تعالى اقعد معانا، عايزينك تقعد معانا. أحيانا إحنا نسمع كلام عن السيد المسيح والكلام ده يحرك قلبي، وبعد ما يحرك قلبي هل انا بعمل مع زي ما اهل السامره عملوا مع سيد المسيح؟ قول تعالى يا رب اسكن جوه قلبي، تعالى يا رب وعيش معايا وخليني اعيش معاك، تعالى يا رب انا ليس لي رغبه ولا شهوه في اي شيء اخر غير ان انا ابقى معاك وانت معايا. بعدين الجزء الجاي بقى جزء جميل قوي، يقول لك لما راح سيد المسيح قعد عندهم يومين، يقول لك فآمن به أناس أكثر من أولئك جدا من أجل كلامه. لما سمعوا بقى كلام المسيح أمنوا به. وكانوا يقولون للمرأة: لسنا من أجل كلامك نؤمن الآن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة مخلص العالم. ودي نقطة لنا بقى، يعني موضوع الحديث بتاعنا النهارده. أهل السامرة انتقلوا من معرفة سماعية عن السيد المسيح لمعرفة اختبارية. يعني في الأول سمعوا، ولكن بعد ما سمعوا ابتدوا يتعاملوا مع السيد المسيح معاملة مباشرة. ولما تعاملوا مع السيد المسيح معاملة مباشرة راحوا قالوا للمرأة: لسنا من أجل كلامك نؤمن، ولكن لأننا قد رأينا وسمعنا
حقيقة مخلص العالم. فانتقلوا من معرفة سماعية لمعرفة اختبارية. في فرق انك تسمع عن انسان وفرق انك تعرف انسان. يعني انا ممكن اكلمك على شخصية معينة. اكلمك مثلا على قداسة البابا طاووس. فتسمع عنه وربما تحبه من مجرد انك بتسمع عنه. لكن بعد كده لما تيجي تتعامل معاه تقول ايه ده انا اللي سمعته ده قليل قوي. ده انا لما اتعاملت معاه شفت حاجات جميله جدا ما كنتش اعرفها قبل كده. يبقى هنا المعرفه انتقلت من معرفه بنسميها معرفه سماعيه الى معرفه ايه؟ اختباريه. وهنا ده السؤال اللي ربنا عايز يساله لنا النهارده. هل معرفتك بالسيد المسيح معرفه سماعيه ولا اختباريه؟ هل انت سمعت عن ربنا ولا انت اختبرت ربنا في حياتك؟ هل انت النهارده لما بتقول انا مسيحي قبط ارثوذكسي ده لانك اتولدت من اب وام اقباط ارثوذكس ولا لانك تعاملت مع ربنا فالنهارده بتقول لا انا قبط ارثوذكسي مش بس عشان اتولدت من اب وام اقباط ارثوذكس لكن لاني اختبرت المسيح في حياتي رايته وسمعته وتعرفت عليه. الكنيسة طول أحد الصوم بتاخدك في معرفة اختبارية. لما تشوف أحد الصوم كلها حد نشوف ربنا عايز يعرفنا نفسه إزاي ويعلن لنا نفسه إزاي. في حد الرفاع الكنيسة بتعرفنا بالعبادة الحقيقية. وكأن الكنيسة بتقول لك علشان توصل لمعرفة المسيح الحقيقية ده هتكون عن طريق العبادة الحقيقية، عن طريق الصلاة وعن طريق الصوم وعن طريق الصدق. الإنسان اللي بيمارس الثلاث حاجات دول بيمارس الصلاة وهي العلاقة مع الله من كل قلبه وبمواظبة، والإنسان اللي بيمارس الصوم بنصب وبروحانية وبضبط للنفس، والإنسان الذي يعطي صدقة للآخرين برحمة ومحبة ربنا يعلن له ذاته ويبتدي الإنسان ده يتعامل مع ربنا. لأن عشان تتعرف على ربنا ده إعلان، زي ما ربنا قال لبطرس لحما ودما لم يعلن لك هذا ولكن أبي الذي في السماوات. عشان ربنا يعلن لك ذاته ابتدي اعبده بالطريقة السليمة، صوم وصلاة وصدقة أركان العبادة. بعد كده في الأحد الأول من الصوم اللي بنسميه أحد الكنوز ربنا بيقولك أنا عايزك تتعرف على ملكوت الله وبره، عايزك تعرف الكنز الحقيقي. الكنز الحقيقي ليس هو المال، مش كده في هذا الأحد قال لك لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدق وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماوات. فالأحد الأولاني الكنيسة بتعرفك على الكنوز الروحية، بتقول لك لما يكون قلبك في السماء وعايز تكنس كنوز روحية المسيح يعلن لك ذاته. لو طلبت أولا ملكوت الله وبره الله يعلن لك ذاته، لكن طالما أنت مشغول بماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس صعب أن عينك تتفتح على معرفة ربنا، لأن الماديات والملذات بتعمل إنسان فلا يستطيع حتى أن يرى الله في حياته. حتى لو ربنا أعلن له ذاته لا يستطيع أن يراه، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك.
لو كنزك في الارض وفي الماديات، قلبك هيكون في الارضيات والماديات، ازاي هتتعرف على ربنا؟ لكن لو كنزك في السماء هو ملكوت الله وبره، هنا قلبك هيكون في السماء وعينيك تنفتح على محبة ربنا. تيجي تقول لي بس الشيطان مش سايبني، كل ما انا عايز اطلب ملكوت الله وبره الشيطان يحاربني. فالكنيسة تجيلك في الحد الثاني وتعرفك طريق النصرة. طريق النصرة، طريق النصرة هو في كلمة ربنا. هو الشيطان لما حارب السيد المسيح، المسيح انتصر عليه ازاي؟ قال له مكتوب، مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، مكتوب لا تجرب الرب الهك. ودي طريق النصرة. الشيطان بيجذبك لتحت، وكل ما الشيطان بيشدك لأسفل لا تستطيع أن ترى الله. ولكن بكلمة ربنا، لما تخلي شريعة ربنا هي تلاوتك ليلا ونهارا، لما تلهج في ناموس ربنا، لما تحفظ كلمة ربنا في حياتك، اللي هيحصل ايه؟ نور ربنا يشرق ليك. مش كلامك نور لرجلي وسراج لسبيلي؟ ولما تمشي في النور تستطيع عينيك انها تشوف مين؟ تشوف ربنا، تتعرف على ربنا. ده المعرفة الاختبارية. ولما تتعرف على ربنا تتعرف اجمل حاجة في ربنا. ايه اجمل حاجة في ربنا؟ الحضن بتاعه. زي ما داود النبي يقول له في المزمور: اعظمك يا رب لانك احتضنتني. عارف لما الاب ياخد ابنه في حضنه كده ويضمه بصدره ويطبطب عليه؟ ده بالظبط المعرفه اللي هتختبرها. عشان كده الكنيسه في الحد الثالث وهو الاحد الماضي، الكنيسه كلمتنا على ايه؟ معرفه حضن الاب. الابن الضال لما قال اقوم وارجع الى ابي، ايه اللي حصل؟ ابوه اول ما شافه جاي من بعيد طلع يجري واحتضنه وقبله، يقول لك ووقع على عنقه وقبله. يعني ايه وقع على عنقه وقبله؟ يعني خد حضنه. هنا الانسان يحس بالامان، يحس بالسلام، يحس بالفرح، يحس بالطمانينه وانا في حضن الاب. فالانسان اللي استخدم كلمه ربنا واللي طلب ملكوت الله وبره واللي بيعبد ربنا العباده الحقيقيه يشعر كده مش بس ان هو دخل في معرفة اختبارية مع الله، ولكن هو موجود فين؟ موجود في حضن الآب. ربنا كده واخدنا في احضانه ويقول مع داود النبي: اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي اللي هم الشياطين. اقصني من التجربة. عارف لما يكون واحد اعدائه يجري وراه ويجري يجري كده ويروح ياخده في حضنه ويضمه كده، فكل الاعداء يخافوا ويجروا يبعدوا عنه. ده الصوره اللي بيقولها داود: اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. فالكنيسه بتحط لنا دايما في الهيكل حضن الاب. حضن الاب احنا كلنا مدعوين ان احنا نسكن في حضن الاب. مش الابن قال في سفر الرؤيا: من يغلب يجلس معي في عرشي؟ والابن موجود فين؟ موجود في حضن الاب. فيبقى احنا هنبقى مع الابن في حضن الله الاب. وتيجي النهارده الكنيسه في الحد الرابع، حد السامريه، وتعرفني حاجه جديده. تعرفني الماء الحي. زي المراه السامريه ما كانتش عارفه ايه الماء الحي. ده حتى لما سيد المسيح كلمها عن الماء الحي افتكرت انه ده ماء يتشرب. قالت: طب ما تديني من الميه دي عشان ما اجيش بقى كل اسبوع ولا كل يوم واملى الجره بتاعتي. ما كانتش فاهمه ايه هو الماء الحي. لما القديس يوحنا في انجيل يوحنا يقول لنا ان الماء الحي ده هو الروح القدس. فالانسان النهارده الكنيسه بتقول لك ان المفروض يكون لك شركه
مع الروح القدس، شركة اختبارية مع الروح القدس. لما يجي ابونا يدي البركة يقول محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلص يسوع المسيح وشركة وعطية الروح القدس. شركة يعني نبقى واحد في الروح القدس يسكن فينا واحنا فيه. عشان كده ربنا قال لها كل من يشرب من هذا الماء ماء البئر يعطش أيضا، ولكن الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا. ليه قال الذي أعطيه أنا؟ لأن الابن هو الذي أرسل الروح القدس، فاللي هيشرب من الماء اللي أنا أعطيه من الروح القدس اللي أنا أعطيه لن يعطش إلى الأبد، يبقى شبعان. بل الماء الذي أعطيه يصير في ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، يحمل ثمر الروح، وثمر الروح ده يشاهده الآخرين، والآخرين يتمتعوا بشركة الروح القدس عن طريق هذا الإنسان. فهنا معرفة الله الاختبارية مش بس مجرد إنك زي ما بتقابل واحد وتكلمه، لا ده أكتر من كده، ده أنت بتقابله وبياخدك في حضنك وبيدخل في شركة، شركة حقيقية، تكون واحد معاه، تكون واحد مع الله. وربما ده اللي قصده بطرس الرسول لما قال شركاء الطبيعة الإلهية، إن إحنا بندخل في شركة الروح القدس. والحد الجاي الكنيسة تقول لك عارف لما تتعرف بقى على ربنا وتدخل في شركة حقيقية هتعرف حاجة جديدة، هتعرف معرفة الحرية والانطلاق، معرفة الحرية والانطلاق. حد جاي تبتدي القصة بواحد مفلوج مشلول بقاله 38 سنة، المشلول ده اللي عارف يمشي ولا عارف يتحرك ولا عارف يساعد نفسه، ولكن لما اتعامل مع السيد المسيح قام وحمل سريره بعد 38 سنة. فدي الحرية والانطلاق من الخطية، اللي في حضن الله الآب والذي دخل في شركة مع الروح القدس يتحرر من الخطية. ليست الخطية سلطان عليه، بل ينطلق من عبودية الخطية، ولكنه الآن هو عبد ربنا يسوع المسيح. كنت بتكلم امبارح بقول في فرق بين ان واحد يبطل الخطية وواحد يتحرر من الخطية. ممكن اكون ببطل الخطية بس لسه بشتهيها، لكن اتحرر من الخطية يعني حتى رغبة الخطية مش موجودة في قلبي. هكذا الكنيسة لحد الجاي بتقدم لك انك لما تعرف الله وتبقى في حضن الآب وفي شركة الروح القدس حتى رغبة الخطية هتموت من قلبك، وتعرف معنى الحرية الحقيقية والانطلاق. طبعا الإنسان اللي اتحرر من الخطية، لأن الخطية بتعمل إنسان، يبقى عمل إيه؟ عينيه فتحت، عينيه فتحت ويقول ده أنا إيه ده؟ ده أنا كنت أعمى والآن أبصر، أنا كنت بفكر إن أنا عارف ربنا، لكن ده أنا دلوقتي شايف ربنا، شايفه بعين الإيمان، بعين البصيرة، أقدر أقول الذي سمعناه بأذاننا، الذي شاهدناه بعيوننا، الذي لمسناه بأيدينا من جهة كلمة الحياة، لأن كلمة الحياة أصدرت. ده أحد التناصير، معرفة البصيرة الروحية المفتوحة. عينيك تنفتح بقى على السماويات مش على الأرضيات، عينيك تنفتح على السماويات. وبعدين الكنيسة بقى تاخدك للأحد الأخير قبل عيد القيامة، وهو أحد الشعانين، أحد الشعانين دخول المسيح كملك منتصر إلى أورشليم، ودي معرفة الملك المنتصر، إن ربنا يملك على حياتك، يملك على كل جزء في حياتك،
مفيش جزء بعيد عن ربنا. ففعلا تصل الى محبة الله من كل القلب، من كل الفكر، من كل القدرة، من كل النفس. يبقى فعلا ربنا ده هو ملك حياتك، مفيش جزء في حياتك ولا جزء في قلبك هو بعيد عن ربنا، بل الله، الله يملك على كل شيء في حياتك. تلاقوا ان الرحلة دي هي رحلة التعرف على الله، رحلة الصوم هي التعرف على الله، بتبتدي بانك ازاي تعبد ربنا وتنتهي بان ربنا يملك على حياتك. فالنهاردة السامريين بيدولنا درس جميل، درس التعرف على ربنا. قالوا للمرأة احنا سمعنا وامنا من كلامك، ولكن دلوقتي لسنا من اجل كلامك نؤمن، ولكن لاننا قد رأينا وسمعنا ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. يا ترى انت فين من المعرفة الاختبارية دي؟ يا ترى انت ماشي الرحلة بتاعت الصوم دي عشان تعرف المسيح ولا لا؟ راجع معاك تاني في احد الرفاع، بنتعرف على العبادة الحقيقية، كيف نعبد الله. احد الكنوز الكنيسة بتقول لك الكنز الحقيقي هو ملكوت الله وبره، لانك لو تشتهي كنوز الارض هتعمى عليك، مش هتعرف ربنا. فاحد التجربة بتديك طريقة النصر على الخطية، لان طالما الانسان عايش في الخطية مش هيعرف ربنا، لابد تنتصر على الخطية عن طريق كلمة ربنا، فتنتصر على الخطية. النهاردة الاحد الماضي احد الانضال الكنيسة بتقول لك لما تنتصر على الخطية هتعرف يعني ايه حضن الآب، يعني ايه تبقى في حضن ربنا. والنهاردة تعرف يعني ايه شركة الروح القدس الماء الحي. ولو قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مسبعين ان ينالونه، تعرف شركة الروح القدس. وليعرف شركة الروح القدس ده يتحرر من كل خطية، حتى رغبة الخطية جواه تموت، مش بس لا يترك الخطية، إنما رغبة الخطية تموت في داخله. معرفة الحرية والانطلاق للأحد الجاي، وبعد كده معرفة المصيرة الحقيقية، أحد التناصير كنت أعمى والآن أبصر. وآخر حد اللي هي يملك المسيح، المسيح المنتصر على قلبك تماما، فتعرف الملك المنتصر في حياتك. يريد نأخذ من أهل السامرة درس لينا، وإزاي تعرفوا على ربنا. لم يكتفوا بالمعرفة السماعية، ولكن دخلوا في معرفة اختبارية مع الله، ليبارك الله حياتنا. إلهنا كل مجد وإكرام لنا الآن وإلى الأبد. فضلنا نصلي. أخيرا يا رب جعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يا تقدس اسمك، يا أبي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وكفانا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. بالمسيح صارتنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب، نعم الإبن الوحيد، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وحدة الروح القدس تكون مع جميعكم. أنتم بالسلام، سلام الرب.